حكاية قديمة تحكي واحد الفطرة واحد الحقبة نتاع المعاناة نتاع لي زافريكا كي كانوا زمان وتجي فيك جاي واحد الطابلو متنوع وهاد لي زافريكا كي كانوا عايشين في الغابة كي كانوا يصيدوا كي كانوا يديروا الرقصات نتاعهم هادي كاع حكاية نتاع الديوان. ديواني دائما كان كاين قلت لك راه عندي التاريخ تاع الديوان 1895 ليبوك تاع الامير عبد القادر كان كاين الديوان اللي يجي اليوم يقول لك الديوان حرام لا ماشي حرام كاين فيه شويه حرمات نقلعوهم كي دخل الاسلام على هاد على هاد لي زافريكا وتبدل كلشي تبدل كلشي تبدل حنا في كي نديروا هاد الليله تاع الديوان نبدا اولا بذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله الصوالح اللي كانوا كاينين نتاع قبل نتاع لي زافريكا نتاع لي دونس وكل شيء ندوهم في واحد الاسلوب نتاع رمزيه تنسريمو اللي كاينين في الديوان يعبروا على واحد الحقبه اللي كانت فاز بها الانسان الافريقي. الانسان الافريقي كان مستعبد وكان مستعبد وكان مطاهر وكان يعذب كان واحد الادوات كان يعذبوا بها دوك حنا نرموا ذاك العاده ديك المعاناه ولدت هذه الحكايه اللي هي الديوان ولا الانسان باش يعبر على يسموه المكبوت نتاعه صنع قنبري كان يمشي للغابه يمشي للغابه يدير يسموه يقطع ديك الشجره وحات له بلي يسموه باش بلي شغل يدير قنبري القنبري باش مصنوع من جيل الشجره والاوتار هذيك الاوتار هذيك من دالمون يسموه الانسان كانوا عايشين بالصيد على الاخر يصنعوا بهم اوتار يشرد القصه نتاعه ولات كتشغل تتكون عندنا ابراج كل برج يحكي قصه كاين ابراج اللي تحكي القصه بالبعد الافريقي وكاين الابراج اللي تحكي النورانيه احنا متمسكين بالبرج تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا هذا البرج نتاعنا الاهم نجيبوا الرايه البيضاء ونحكوا الفضل نتاع الاسلام الفضل نتاع الاسلام فاش جانا بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي جابنا هذه الرساله هذه الرساله اللي حلت لنا البيبان تاع النورانيه نديروا حايك ولا كتانه بيضاء هذه واش توحي الاسلام خطرنا احنا الاسلام البياض هو بياض النفس كاين ابراج واحده اخرى تحكي الهيستوريك هذا الديوان هو سي فيزيون اونتر كولتور مسلمان و كولتور افريكان شغل التمازج هكا جاب لنا هذا الديوان هذا واللي فيه شحال فيه طابلويات فيه اغاني خلال الاغاني كانت طابلويات كانت واحد الرقصات حنا لي زافريكا مشهورين بالرقصات تشوف في الديوان تشوف واحد الرقصات شغل تاع لي زافريكا يدوروا يستعملوا الرماح اللي كانوا يستعملوها في الصيد كان الرماح كاين بزاف كيما لي زانستريمو كاين القرقابو علاش مصنوع بالحديد الحديد داك الصوت نتاع الحديد واش يوحي السلاسل الاغلال الآلة تاع البومبري كنشوف الشكل نتاعها مستوحى من سفينه وهذيك السفينه واش تحكي الرحله نتاعهم ملي كانوا يدوهم لافريك يدوهم امريكان ويدوهم لبلايص بعيده
باش يستعبدوهم كاين رموز وحده اخرى في الديوان كاين بزاف مثلا احنا ندو الجانب نتاع الاسلام كاين واحد الابراج تحكي على الشجاعه نتاع الصحابه الديوان ثاني ما راهش غير رقصات وما راهش راه الديوان كشغل راه كي المؤسسه حنا كي نقولوا المحله هذه هي المجموعه نتاعنا اسمها المحله باش تبدا بامور منظمه الانسان الاول المحله المسؤول الاول المحله هو المقدم نقول المقدم علاش هو الكبير نتاع المحله المقدم هو اللي يحكم كلمته هو اللي فايته الكبير نتاعنا هو المقدم ومن بعد يجوا كاين المقدم كاين حنا نقولوا كاين تكون المحله فيها شحال مقدم بصح الكبير نتاعنا هو المقدم الكبير وهذوك الكبار هذو مقدم مقادير كاين مقادير والاخرين كاين المعلم هو اللي والاله نتاع القنبري هو اللي يقبض الاله نتاع القنبري يسموه المعلم واللي يتكلم عليه اللي غني عليه نقول لك كويو بانغو كويو بانغو هو اللي يتكلم في الابراج وكاين هذو اللي قرقبوا يسموهم القناديز هادو القناديز مريحين في القرقابو ويغنوا ويتبعوا الكويو بانغو ويتبعوا المعلم والبلاصه هذه اللي نديروا فيها الديوان اسمها الطرح الناس راه مريحه في الارض نديروا حلقه ونبدوا السهره نتاعنا بالقنبري عازف على القنبري والكويو بانغو يتكلم عندنا لي زانستريمو تاعنا باينين القرقابو كاين القنبري والقرقابو البخاره هذه البخاره رمز باش نقول لك شغل البخاره هذه حاجه تاتي لبنادم خاطر فيها نقولوا البخور وهاد الصوالح تدخل في الروحانيه كان اللي غير يشم داك البخور هذاك يمشي لعالم واحد اخر هنا تدخل لعالم تاع الروحانيه تدخل لعالم مش عارف عالم واحد اخر كان اللي من كثره الحب وكثره التعلق بصوالح يمشي تديه النغمه تديه الكلام يمشي ينسى روحه يدخل في عالم واحد اخر يساعد هذا البخور ويساعد هذا الجاوي يشم داك الجاوي يمشي ويسمع الكلام يمشي وكاين ثاني حنا داك الادوات اللي نديرهم يقولوا في المحله ثاني هذاك الصندوق اللي ندير فيه الادوات نتاعنا في المحله في هاد العبايات هاد العبايات اللي نلبسوهم من الانسان يدخل نسموه فيها ثاني الرمزيه فيها الالوان واش توحي للتنوع هذا الله فريك فيها التنوع نشوفوا لك ولا بزاف التنوع فاش التنوع في العادات التنوع في الكلام اللهجات هذا التنوع هو اللي يعطينا الالوان لي تريبي ثاني كاين القبائل في الافريق فيها شحال قبيله وكل قبيله تهضر بلهجه هذا التنوع يتمثل في الالوان نشوفوا اللون الاخضر اللون الازرق اللون الاسود اللون الابيض في كل برج عنده اللون تاعه المعين على حسب التقاليد نتاع ذوك القبائل انا كيبدو الابراج كل برج عنده الالوان تاعه معينه نستعملوا البخور نستعملوا كما قلت لك هذوك الالات نتاع الصيد نستعملوا الالات هذوك اللي كانوا يعذبوا بها العبيد اللي كانوا يتعذبوا بها كما البلالات وشعال نستعملوا السيف كنت في البرج تاع سيدنا علي نستعملوا السيف عندها تاريخ وعندها ثقافة تاع البلاد وكل شيء